أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، كل الأمة الإسلامية بخير وسلام يا رب، والشعب المصري في أمان وسلام ليوم الدين. عيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. بندبح لسه جايين من الدبيح، معانا لحمة الراس ومعانا اللحم الكندوز ومعانا الكلاوي ومعانا الكبد، كل حلويات الخروف. ولكن عايز أقول كلمتين حلوين قبل ما أبدأ الحلقة. العيد عيد لحمة، يعني اللي احنا ممكن نتغدى نتعشى، مش لازم نخزن اللحمة. كان زمان ممكن نخزن اللحمة 15 يوم 20 يوم، ايه المشكلة؟ اول يوم وتاني يوم، تاني يوم العيد والباقي نوزع القرايب والحبايب والجيران والاقربون اولى، والحاجات اللطيفة الحلوة ديت صدقوني بجد بتفرح الناس، وجبران الخاطر ده عند ربنا حاجة كبيرة. خلونا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة الفتة، والعيد من غير فتة تبقوا ناقصوا حاجة كده، بس هو طبعا عيد عيد، بس الفتة دي أساسة عندنا في كل الدول العربية ومصر بالأخص. هنعمل الفتة النهاردة، هنشوف نعملها ازاي بطريقة جديدة. معانا كمان لحمة مفرومة، أنا بحب الرقاق قوي على فكرة، ممكن الرقاق على السفرة ما أكلش غير جنبه طبق سلطة خضراء. عدل السفرة يوم العيد صحن بطيخ حلو من خير أرضنا، والبطيخ معانا بسم الله ما شاء الله، تعيدنا بطيخة حلوة ومعانا سلطة خضراء، هو ده عدل يوم العيد، لأن فيه لحوم كتيرة فلازم يكون فيه سلطة خضراء، فواكه مشكلة، الحاجات اللطيفة ديت. عندي في المنيو بتاعي النهاردة شوية رقاق. رقاق يعني لحمة مفرومة في العيد بالذات، والرقاق طري أو رقاق ناشف، الاتنين موجودين عند الراجل الكنفاني، وبصل وتوم وشوية مكسرات حلوين أنا عايز أضيف له، وما تنسيش برضو إيه البهارات الحلوة بتاعة الرقاق. المقادير على الشاشة، لحم مفروم ورقاق طري، يشيل الكيس ده كده، احنا حاطينه في الكيس طبعا علشان ما ينشفش مننا، ده الطبيعي اهو، بسم الله ما شاء الله، ده الرقاق الطري بتاعنا، كمية كبيرة اهي زي الفل. تقدري تعملي من الرقاق ده فاهيتا، سندوتشات للأولاد فاهيتا اهو، تقدري تعملي سندوتشات كمان شاورما في العيد، نعمل شاورما عادي، شاورمة لحمة. بتتعمل ازاي شاورمة اللحمة يا شيف؟ بتتعمل بالزبادي، تتبل حتة اللحمة بالزبادي، بتتعمل بالخل والبهارات والحاجات اللطيفة، وتقعد لها في التلاجة ساعتين زمن، تبقى عملت شاورما، تبقى غيرت برضو ايه منظومة الفتة زي ما انت عايز. يعني انا بقول ليه فتة؟ لان اغلبية الناس واغلبية الحبايب يوم العيد ده لازم نفطر الكبدة والغدا فتة، دي اساسي بنسبة كام؟ 90%. انت ممكن تغيري بقى تعملي شويه سندوتشات شاورما، مفيش اي مشكله. الرقاق اللحمه المفرومه متعصجه معانا وزي الفل اهي، اللهم صل على النبي. انا فطران كبده قبل ما اجي، كبده ضاني اتعملت ازاي، هو ده بقى الكلام. انا بخش المطبخ بجيب الكبده لسه بدمها زي الفل، ابويا رحمه الله عليه كان ياكلها نيه، والله العظيم ياكلها نيه مع بصله، يجيب البصله يجي ضاربها بكف ايده كده ربنا رحمه الله عليه، ويجي واكل الكبده نيه جنبيها. فين الايام الحلوه دي؟ مش موجوده دلوقتي. لازم نجيب الكبده ونحط عليها خل، وتقول يا بيا الكبده مدبوحه لسه سخنه، تقطعها مكعبات وتيجي حطها مع فص ثوم وقرن فلفل حار، اتغيرت الكبده لونها، تيجي حط عليها شويه كمون وعلى طول وعصره ليمون، والف هنا وشفا، وما تسيبهاش لما تنشف في قلب الطاسه. كبده الطازه بالذات طالما ما دخلتش ثلاجه خليها نص سوا كده والدم فيها، وبالف هنا وشفا. الاطفال هيخافوا من الحاجه ديت، ممكن تسويها سوا زياده شويه. لحم المفروم هنا زي الفل اهوت متعصج معايا، انا بس احط عليه شويه البهارات الحلوين، بهارات اللحم المفروم طالما اللحم طازه في ايام مفترجه وايام جميله زي دي كده، ما تكترش البهارات غير اللي تديك الطعم. شويه بابريكا حلوين كده حلو، وفلفل اسود مجروش، يا سلام ده لما ينزل كده يتجرش وقت اللزوم اهو، بيدي ريحه حلوه قوي اهو، رزاز نازل اهوت، فلفل اسود، وعند اللحمه كمان انزل بيها شويه اهي. ده خلي بالك الفلفل الاسود لما ينطحن في قلب اللحمه فريش موضوع مختلف، غير لما تجيبيه وتخزنيه عندك. اي توابل في الدنيا يا اختي فيها زيوت طياره، اذا فلفل اسود ولا كمون ولا كزبره، اي توابل فيها زيوت طياره لما بتقعد وقت كبير مطحونه ومتسابه، ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ التوابل الزيت بتاعها بيطير، فخلي بالك التوابل ما تتركنش عندك تقعد فترة طويلة ومش هتستفيدي بيها، وجودها زي عدم وجودها. شفت اللحمة؟ بدأت أشم ريحة الفلفل الأسود المجروش في قلبها كده. ممكن تجيبي الهون وتجيبي خمس ست حبات فلفل بإيد الهون كده وتكسرهم وتحطهم في قلب اللحم. وادي اللحم المفروم بتاعنا زي الفل. تعالوا مع بعض نخلي دي فين؟ نخليها هنا ورايا عشان نوسع لنفسينا، ونجيب الرقاق بتاعنا الصينية الحلوة دي كده، ونجيب معلقتين سمنه حلوين،
من اللي جايباهم حماتي اخر الاسبوع وجايه تعيد عليا. احط السمنه هنا، عايز انا شويه شوربه بقى حلوين للرقاق. اهو ادي السمنه حلو، واللحمه اهي بدات تغلق الشوربه. دي السمنه زي الفل. انا بقلف شويه شوربه للرقاق، خلي بالك اهو. السمنه على النار، وادي اخبار اللحمه ايه يا عم الشيف. على فكرة أنا معايا طماطم ومعايا شوية كرفس حلوين أحطهم على اللحمة. شفت الجو ده كده أهو. أهم حاجة الفتة الشوربة بتاعتها، أهم حاجة. ظبطت الشوربة بتاعت الفتة، تقدري تعملي لسان عصفور من الشوربة دي، تعملي رقاق من الشوربة دي، شوربة طماطم من الشوربة دي، شوربة المشروم من الشوربة دي. خلي بالك الأولاد يحبوا الحاجات دي برضو أيام العيد، خلي بالك. أه ممكن آخد شوية شوربة حلوين من دول أحطهم على اللحمة المفرومة، مش هتقول لأ. أه بقت مسخسخه، يعني مسخسخه بقت اللحمه لها ايه طعم كده وطريه زي الفل. السمنه اخبارها ايه؟ بتاعت الرقاق بتسيح معايا كده. بحط الفص المستكه ده كده في قلب السمنه. برده الشوربه بتاعت الرقاق لازم اهتم بيها اهو. جالك فصوص كفايه، ومعانا كمان يا عم الشيف فص توم حلو. حلو، بحضر انا ايه دلوقتي؟ شوربة الرقاق، خلي بالك اهو. على النار، معلقة صلصة طماطم حلوة. بجد يا شيف؟ اه جربي اللي انا بقوله ده كده اهو. استني هسع التومة شوية شوية بس، بس اشم ريحتها، شم ريحتها ويا مرحبا. دي الشوربة بتاعت الرقاق بحضرها، خلي بالك اهو. هو ده، قلبهم على النار. الله على الريحة، الله. خسرت حاجة؟ شفت الريحة؟ دي الايه؟ دي لشوربة الفتة اهي. بص عليها كده اهي. لا سوري، للرقاق. ده المرق بتاع الرقاق. سمنة، مستكة، فص توم، معلقة معجون طماطم. حط معلقة سكر للأمانة. مش اي شوربة بقى، لان الرقاق شوربة، الفتة شوربة. ليه معلقة سكر؟ عشان الحموضة. زي الفل. ابدأ اخد يا عم الشباب، اخد الشوربة اللي عندي دي كده. اللهم صل على النبي. اهو عينيا اهو. طبعا لازم برضو الشوربة بتاعت الرقاق تغلي شوية على النار. خلينا ناخد اللحمة نشيلها كده برا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا الرقاق الطري. الرقاق الطري بقى غير الرقاق الناشف. ليه يا عم الشيف؟ يعني مش بيحتاج مرق كتير، طبيعته بيبقى هو طري. غير الرقاق الناشف لازم نسقط الرقاق فين؟ في المرق. بس في حاجه في الرقاق الطري ما بتعجبنيش، الاطراف بتاعته، العجين. تلاقي العجينه كده سميكه شويه، انا مش بحبها، فشيلها كده مش تخسر حاجه. حلو، احط كده، احط دي كده كمان. جاي لك انا، جاي لك، جاي لك يا فيلسوف. حاضر. استاذ عايز تعمل رقاق النهارده؟ ماشي، انا بهدي لك صينيه الرقاق دي. بس تمام. دول كام طبقه؟ اربعه. حلو، انا بحب الرقاق يبقى مش تخين، مش سميك. يعني اخد شويه شوربه من دول. الشوربه دي فيها سمنه يا استاذه؟ الشوربه دي فيها توابل؟ اسيبها شويه. شفت يوم الرواق ده يشربهم كده وانا شغاله؟ تعملي بيه علشان الرواق ده ينزل تحت باتنين شوكه كده. شفت؟ شفت؟ هو ده بقى، هو ده المطبخ. ادورها كده هتلاقي الميه الشوربه اختفت. تمام زي الفل. والفها كده بس، واشيل اللي ملوش لازمه ده كده وخلي ورا. ناخد اللحم المفروم بتاعنا. الله، شويه لحمه زي ما قال الكتاب. لحم الرقاق بيبقى ايه؟ مفروم ناعم. لو تجيبيه من عند الجزار قولوا له عايزه فرمه ناعمه. حلو، زي فرمه الحواوشي كده. حلو.
أوزع اللحم كده. الله، حاجة جديدة. ما هي إذا كان ضاني السؤال ده من الكنترول خاص وإجابة خاصة، ما احنا كلنا في لحمة النهاردة. إذا كان اللحم ضاني مش محتاج لده، لأن كده كده الضاني في ده. لو اللحم كان دوز والدهون فيه قليلة نحط حتة لية، وبعدين حتة اللية الضاني دلوقتي خلاص بتاخدنا المكان تاني. خلي بالك مع طاجن بامية الحاجات دي كلها. شوف أنا هعمل بقى تركية هنا، ودي في سرك لكل أم بتتابعنا، ولكل عروسة بتتابعنا، ولكل ست بيت بتتابعنا. عندنا الحليب، الله، عندنا اتنين بيضة، في قلب الحليب، الله، حلو، بقت كده زي الفل، رشة فلفل اسود في قلب الحليب عشان الزفارة بتاعت البيض. لا ما بحبش الفلفل الابيض انا، ملاحظين ان انا ما بتكلمش عنه كتير. سنة بابريكا صغيرة وشوية الملح المحترمين، حلو، والشوكة كده بقلبهم مع بعض. جبنة اختياري، بس احنا نحط جبنة بياخدنا سكة تانية بقى، شغل البشاميل والجراتان. احنا طبعا في الايام العيد يعني نقلل من الجبن والحاجات دي كلها. ليه حطيت بيض وحليب؟ انا بعمل عملية تماسك لصينية الرقاق عشان تبقى معايا كده ايه، لها تماسك كده خرطة خرطة. ده البيض اتقلب مع شوية الحليب، باخد شوية شوربة من اللي عندي دي كده. الله عليك يا عم الشيف، الله على روقانك اهو. شفت بقى، هي دي التركاية، انت عملتها قبل كده. تاني بيض، شوية حليب، حطيت عليهم شوية فلفل اسود، شوية ملح صغيرين كده، ظبطت البيض مع الحليب. بنزل بمعلقتين من الشوربة، مغرفة كده من الشوربة اللي انا عامل بيها الرقاق، واخليهم دول على جنب. حلو الكلام؟ نجيب بقية الرقاق بتاعنا، نقفل دي كده. خلينا متفقين ان انتوا شطار في عمايل الرقاق، والصعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من القناة الأولى، وأقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين. انتوا أشطر مني في عمايل الرقاق، بنتعلم منك يا أمي، الأم اللي هي البركة. ولكن عايز اقول يعني بناخد من الشيف تركايه، وتضيف التركايه بتاعتك، تطلعي انت ايه من هنا بقى ابداع. اهو شفت انا عملت ايه، شلت الاطراف. ما بحبش انا الاطراف، حتى لو بلف شاورما ما بحبش الاطراف بتاعت العيش، بحس ان هي ايه ملهاش لازمه. شفتي؟ كمان واحده. اخواننا السوريين العيش ده بيسموه خبز المرجوك او خبز صاج في الأردن، وتحية كبيرة للشعب الأردني وكل الشعوب العربية، بيسموه خبز الشراك، ده المسميات بعده. في السعودية، وتحية كبيرة للشعب السعودي، بيسموه خبز البر. أنا بقول الأسماء بتاعته لأن العيش ده دايما متواجد في المطبخ بالذات، وإحنا المصريين بدأنا نستخدمه في حاجات كتير قوي الصراحة، يعني شاورما، رقاق. خليت كده زي الفل، أحط واحد كمان. انا مكتر لاني بشيل الايه الاطراف بتاعته. تقومي تاكلي شويه رواق حلوين، ما تحسيش بتاكل عجين. حلو كده زي الفل. تمام كده الرواق معانا زي الفل يا عم الشيف. هشيل دول كده خلهم على جنب، واجيب السكينه بتاعتي الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واجي هنا يا عم الشيف، وقت على طية دي كده. حلو، ونفس القصة هنا كده، شوية رقاق من ايد المغازي. انت بتقطعي ايدك على الايه، على الرقاق عشان ياخد الشكل ده كده. شفتي؟ اربعة دول كفاية. شفت الخلطة اللي معانا دي كده؟ الله، هو ده بقى الكلام، زي ما انا شغال كده. يا
يوم الرواد هيشرب كل ده. خلي بالك نعمل ايه تاني زي ما عملنا في ارضيه الصينيه بالشوكه كده. هو دي اهو. شفتي يوم ينزل على اللحم تيجي بقى تغرف الرواده تلاقي حته واحده اللحمه المفرومه ما تفرولش منك بقى، خد بالك. ينزل بالكميه الثانيه. البيض هنا بقى مع الشوربه مع الحليب هيخلي لك وش الصينيه دي تتصوري جنبيها سيلفي. درجه حراره الفرن كام؟ 180. صينيه رقاق انت ما اكلتهاش قبل كده، اكلتها من ايدك طبعا واحسن مني، بس جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها. طعم تاني على الاقل، يعني اذا هي ما عجبتكيش فهي طعم تاني، لان تفاصيل صغيره ولكن بطعم كبير وطعم وايه وشكل جديد. الصينيه كده زي ما هي. يلا درجه حراره الفرن كام؟ 180. اللهم صل على النبي. اجيب دي يا فاروق، انت بتروح مني فين يا ابن الحلال؟ الصينيه دي كده هناخدها كده زي ما هي. اهي حاضر حاضر. فوتك فرص انت، فرص النجاح. هناخد دي زي ما هي كده في الفرن. اهي اهي اهي، بص عليها بالله عليك، بص على الابداع جوه. صينيه رقاق، ولو عملناها بكره هنعملها بشكل جديد، وبعد بكره بشكل جديد، وطول ما احنا مع بعض هنشوف صينيه الرقاق دي كل مره بشكل جديد. نعم ابن حلال والله، صينيه الرقاق تركايه. لسه ما خلصتهاش، بس انا مركز قوي في الرقاق لان انا بعشق الرقاق. هوريك حاجه مهمه جدا دلوقتي. نعم يا غالي، احنا مش بنهزر يا فاروق، دي الرقاق. شوف فين الشوربه؟ قول لي الشوربه دي هتشربها ازاي والرقاق طري؟ بص عليها وصلي على رسول الله. مكعبين زبده، حته زبده كده على الوش عشان اعمل حاجه حلوه دلوقتي. زبده مش سمنه، زبده. السمنه خلاص احنا حطيناها مع الشوربه. انا بعشق حاجه اسمها رواق، لانه عيش ولحمه بيبقى زي البتاع ده الحواوشي زي الفل. انا بقى بحب ايه؟ حبه البركه، عشان البركه تعمنا. الله انت ابن حلال يا شيف. الزبده مع حبه البركه انسي، مش هتقدر تقاوم. ناكلها كلها زي ما هي كده تخش الفرن. يلا دي التركايه الاخيره، حته زبده صغيره بتطلع الصينيه سخنه بنحطها، اول ما بتشم الصينيه بتسيح بنحط عليها حبه البركه وندخلها جوه تاني الفرن. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ماشي يا فندم، تعالوا نطلع الرواق. لا 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 لا، سمعوس شويه رواق بتوع المغازي. حطها هنا، اللي بالك دول مش هتلاقيهم غير عند المغازي وطريقه المغازي. شفت صينيه الرواق دي؟ اللهم صل على النبي، دي تفاصيلها كتير على فكره، دي تتدرس. الرواق هو ده، تفاصيله كتيره بقى الرواق ده كده. هنشوف حاجه مع بعض كده، مع بعض دلوقتي كده حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه البركه، شفت 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 شفت. بص بص التفاصيل دي كده، بص شفت اللحمه تلاقي حته واحده. الله على الريحه، تتكلم مصري، الصعيد المصري والريف المصري. سامع القرمشه دي؟ سامع الصوت ده؟ اسكت شويه عشان نسمعه. الف انا وشفا للي ياكل. حلو. الفته عملناها وصينيه الرقاق عملناها والترابيزه زي الفل. صحن بطيخ بعد الفته يساعد على الهضم ويخلينا ناكل. صحن السلطه مهم جدا على السفره. الرقاق بقى ده عايز اقول لحضراتكم مزاجي في يوم العيد. سيبك انت بقى، ده الغداء يعني ما اكلش فته، اكل الرقاق. فيها لحمه وفيها رقاق وفيها حبه البركه، ويا رب البركه تخش كل بيوتنا. We'll be right back.
الله.